في طريقك إلى الخشية. اذكر الله أيها المؤمن في كل آن وحين، اذكر الله وأنت على مقعدك في الطائرة، اذكر الله وأنت في خلوتك في مسكنك أو في فندقك، اذكر الله وأنت مع أقرانك وخلطائك في مجلسك، اذكر الله وأنت غاد إلى بيت من بيوته، اذكر الله وأنت ترقى سلم بيتك، اذكر الله وأنت بين أبنائك وبناتك، اذكر الله في كل آن وحين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. والله جل وعلا يقول: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله. ومن غلب عليه حب الله والرضا بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين. وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر. قال أصدق القائلين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.